بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. دهر يحار به أولو الألباب، دهر يحار به أولو الألباب، ما زال يأتينا بكل عجاب. أومثل حيدر وهو ليث خادر، يلج العدو عليه وسط الغاب. والله يلج العدو عليه وسط الغاب. علموا بأفعى بأسه مرصودة، بوصية نفذت وسبق كتابي، فتواثبوا بغيا عليه وأحدقوا في داره بالنار والأحطاب. فتواثبوا بغيا عليه وأحدقوا في داره بالنار والأحطاب. فهنالكم كسروا لغا بابا له، قد كان جبريل من الحجاب. والله قد كان جبريل من الحجاب. لم يمهلوها أن تلوث خمارها. شلون ألم هذا؟ لم يمهلوها، لم يمهلوها، لم يمهلوها، يعني ما انطوها فرصة تلبس عبايتها، ما انطوها فرصة. لم يمهلوها أن تلوث خمارها، فلذلكم لاذت وراء الباب. الله أكبر، مثل بضعة أحمد، بضعة أحمد تسقى كؤوس الذل والأوصاب. لم أنسغا تشكو إليه شجونها، وأماض شكوى المرء للأحباب. صدق، والله للأحباب، للأحباب. شو تقول له؟ انتبه لي. وأمض شكوى المار للأحباب. كسروا ضلوعي يا أبويا، كسروا ضلوعي، أنبتوا المسمار في صدري، وشقوا بعد ذلك كتابي، كتابي، كتابي. من مسعف بالنوح قلب المرتضى، إذ جرد الزهراء عن الأثواب. ماذا رأى في جنب نحيبه بتتابع، والدمع في تسكابي، تسكابي. ألفى على المصباح بعض ضلوعها مكسورة، بعض ألفى على المصباح بعض ضلوعها مكسورة، من عصرها بالباب. يا ليته، يا ليته، يا ليته ألفى حسينا عاريا، يا ليته ألفى حسينا عاريا، داست قراب صوافن النصاب. صوافن يعني الخيول، قراه يعني ضلوعه. دازت قران صوافن النصاب، وعلى القنا يتلو الكتاب كريم،
ويصون نزوته على الأقدام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. البارحة قلنا من سمات، بسرعة بدون مقدمات، من سمات المجتمع الإسلامي أو المسلم أنه يقوم على أسس متينة. هذه الأسس منها العقيدة الصحيحة الرصينة اللي تبتدئ بالتوحيد ومعرفة الله وتنتهي بالمعاد والرجوع إلى الله، صحيح ولا زين؟ وتكلمنا بمقدار ما عن هذا الجانب زين، ثم انتقلنا إلى أساس آخر. الأحبة وياي ولا نريد نستغل ثواني هاي الساعة باعتبار ديلة ختام، بعد نستغل ثوانيها حتى نضخ معلومات أكثر نتعلم آني وياكم. منين نتعلم؟ من القرآن وأهل البيت، النبي وأهل البيت عليهم السلام زين. قلنا الأساس الثاني اللي يقوم عليه المجتمع الإسلامي هو أساس الشريعة، صحيح يولا؟ الشريعة. الأساس الثالث الأخلاق والآداب. البارحة بدينا بالأساس الثاني وقلنا الصلاة في القرآن شنو؟ قلنا مدرسة الصلاة، جامعة الصلاة، رابط الصلاة، منتدى الصلاة، رياضة أبدان وشفاء أرواح الصلاة. ولهذا القرآن الكريم هم يعبر استعينوا. شوف 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 هذا الكتاب اللي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من، يقول استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة استعينوا بها، طبعا الصبر أئمتنا فسروه بالصوم، قالوا الصبر هو الصوم، وفعلا الصوم يحتاج إلى صبر على طاعة الله، صبر على طاعته وصبر عن معصيته وصبر على المصيبة، مو هكذا يقولون لما يقسمون الصبر ولا زين؟ الله يقول يا جماعة هاي الصلاة استعينوا بها، استعينوا بالصبر، واستعينوا استعينوا، أصلا الصلاة مورد استعانة على حل المشكلات، استعينوا بالصبر والصلاة. شنو الصلاة؟ بس تعال، هي الصلاة شلون تصليها بالشكل اللي تثمر هيك ثمر، تنتج هيك نتيجة هنا؟ شلون حضور القلب، حضور القلب شلون يكون بيها؟ الكلمات اللي نقولها بالصلاة نفهمها يوم ما نفهمها، هذا كله يأثر. الأحكام الشرعية مضبوطة بيها يو لا؟ الأحكام الشرعية، القراءة صحيحة يو مو صحيحة؟ الركوع شكله صحيح يو لا؟ القيام بعد الركوع نأتي به بشكل صحيح يو لا؟ السجود شلون؟ ما أدري وياي يو مو وياي. هذا كله يأثر على أن تثمر الصلاة الثمرة المرجوة منها يو لا؟ هذا كله يأثر، كله يأثر. فالمؤمن إذا يهم دينه المفروض يضبط هذا الجانب عدل، يرتبه، يسأل عنه، وضوءه، يشوف بيه مشكلة بوضوءه وما بيه مشكلة بوضوءه. يا إخوان والله ما قاعد أضيع وقت بهذا الحكي، بس هاي أمور أساسية مهمة بثقافتنا الدينية، واحد يكون يضبطها بشكل صحيح. ما يصير واحد عمره 40 سنة 50 60 وهو وضوءه ما مضبطه، شلون يصير؟ قراءته بالصلاة بها مشكلة، شلون يصير؟ زين، سولفنا عن الصوم، سولفنا عن الحج، سولفنا عن الزكاة، أحسنتم، في القرآن الكريم الجهاد اللي هو عز، اللي هو شنو؟ عز. أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يعبر عنه باب من أبواب الجنة، أحسنتم. القرآن يعتبر الجهاد حياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هلا 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 هلا. الجهاد في ثقافة القرآن الكريم حياة، يحييكم بالجهاد لما يحييكم. شلون احنا بزيارة الحسين شنو نقول؟
برجاء مضمون الزيارة برجاء إشادتك حيت قلوب شيعتك بشهادتك بجهادك. شو سويت أبا عبد الله؟ أحييت قلوب الشيعة. في ثقافة القرآن الكريم الجهاد حياة، إذا دعاك لما يحييكم. ولهذا الحسين مشروع حياة، الحسين مشروع حياة. أموركم نفهمها زين. هذا وين كله قرآن كريم؟ احنا البارحة قلنا نريد نسوي مقارنة بين ما قاله القرآن الكريم، خطبة الزهراء، نهج البلاغة. نبدي نتوكل يوم مالكم خلق نتوكل. خلي على سبيل المثال نشوف الزهراء عليها السلام شنو قايلة بخطبتها سلام الله عليها. الزهراء عليها السلام في موضوع علل الشرائع نقدر نعبر عنه، أكو عندنا كتاب كامل اسمه علل الشرائع للشيخ الصدوق رحمه الله. هذا الأمر ليش، ذاك الأمر ليش، هاي كلمة ليش. طبعا مو بالضرورة تصلنا كل التفاصيل، مو بالضرورة احنا نكون نعرف كل شيء ليش. أكو أمور احنا نتعبد بيها، شنو نتعبد ربنا بيها، مو بالضرورة نكون نعرف كل شيء ليش. احنا ما دام مسلمين بعقيدتنا وديننا فرب العالمين كل شيء يقول لنا اياه بحكمة يعني. ولكن هذا ما يمنع من بيان بعض الأمور اللي بيّنها القرآن والأئمة ونبينا صلى الله عليه وآله. يعني القرآن لما يقول إن الصلاة تنهى، شوف بيّن العلة السبب بيّن. شوف الزهراء شنو تقول. الزهراء عليها السلام تقول والصلاة، الصلاة شريعة يوم مو شريعة، وإحنا بالأساس الثاني اللي هو الشريعة من أسس اللي يقوم عليها المجتمع المسلم. الزهراء تقول والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. رب العالمين فرض عليكم الصلاة حتى ينزهكم من شنو؟ من الكبر. كبر يعني تكبر. إبليس 6000 سنة عبد الله، هاي 6000 سنة شنو ضيعها؟ تكبر ساعة. تكبر شنو؟ خلقتني وخلقته، أنا نار، هذا شنو؟ طين، أنا أسمى من الطين. تكبر تكبر. إبليس خير من أبيكم آدم، بعض هذا بعض المحارفين تقول آدم. فتنبهوا يا معشر كذا الفجاري، ما أعرف شنو. إبليس جوهرة وآدم طينة، والطين لا يسمو سمو النار. هيك يقول هذا تكبر فرعان. هو تتصور بس إبليس قال أنا طين وذاك نار، بس إبليس مو بس إبليس. أكو الآن ناس في العالم يقولون دمنا أرقى من بقية الدماء. أكو يوم أكو أنا من الدم الفلاني وأنت من الدم العلاني وأنا دمي أسمى من دمك. لأنك بعض الشيء عندك هاي عنصرية لو مو عنصرية. الآن العالم لليوم بعده يحكي باللون، أنا لوني أبيض وأنت لونك أسود، والأبيض أفضل. من يقول أبيض أنا أسود؟ من يقول؟ من يقول؟ أنا لساني كذا وأنت لسانك كذا، لغتي كذا ولغتك كذا، عرقي كذا وعرقك كذا، قوميتي كذا وقوميتك كذا، وقوميتي أفضل من قوميتك. من يقول؟ من يقول؟ من يقول؟ أنت زيد من الناس قومية ألف ما عنده أخلاق، باء من الناس قومية باء وعنده شنو؟ أخلاق. ذاك أفضل من هذا، بأخلاقه أفضل وبدينه أفضل وبالتزامه شنو؟ أفضل. لسوي لي هالشي ذني ما يوصل الناس النتيجة ذني. إنا خلقناكم كل إحنا نرجع إلى آدم وحواء، شو الحكي هذا؟ آدم وحواء كل إحنا وتراب، شنو الحكي هذا الزايد على شنو بعد؟ كنا آدم وكنا شنو؟ شنو بعد الحكي هذا؟ الله أخرجنا من الأرض والله يعيدنا للأرض منها. لا أدري من خلق لكم بس أنا سمار دقر الآية منها وإليها. أبوك الله يرحمه. يا شنو بعد الستة؟ نعم
تقدر تصير أفضل مني، نعم، بالتقوى، بالإيمان، بالأخلاق، بالعلم، بالدين، أي صير أحسن مني، صح صح، مو باللون ولا باللغة ولا بالعرق ولا بالقومية، لا ذني لا ذني لا، بالإيمان نعم، بالعلم نعم. ها الزهراء تقول أخواني بلا صوت أرجوكم تفتوا شوية، جزاكم الله خير، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. زين هسه الزهراء تقول الصلاة تنزهكم عن شنو؟ عن الكبر. تركع، انت قاعد تركع، انت قاعد تسجد على التراب، هذا يخليك تتواضع، انت قاعد تخلي قصتك على التراب، اشرف مكان بجسمك هو شنو؟ جبهتك وراسك، قاعد تخليه على التراب تواضعا لله، هذا يخليك متواضع متواضع. بعد شو تقول الزهراء؟ تقول والزكاة تزكية للنفس. شلون حكي هذا؟ تتصور الزكاة تزكية النفس سهلة؟ تزكية النفس تزكية النفس سهلة؟ قد أفلح لا غير من زكاها، صح جوابكم صح، والله صح، قد أفلح من زكاها صح، بس أنا أقصد آية أخرى، هاي آية وبنفس المكان، جوابكم صح، بس أكو آية أخرى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هاي قد أفلح من تزكى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هاي قد أفلح من تزكى، مو بس بالقرآن، قد أفلح من تزكى بالتوراة، بالإنجيل، بالزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، قد أفلح من تزكى. يعني رب العالمين يقول ما دزيت نبي من الأنبياء إلا يقول زكوا أنفسكم قد أفلح من زكاها وقد خاب الأحبة لما ذكروا هذا الجانب. يعني قضية التزكية مو سهلة. الزهراء تقول الزكاة مرتبطة بيش؟ بالتزكية، والتزكية مرتبطة بالزكاة وتربية النفس وتهذيبها. أقول إذن هاي العبادات جاية من فراغ يو جاية لأسباب وعلل وكلها مهمة، ما جاية اعتباطاً. زين الزهراء تقول الزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، ينطي زكاة رزق يكثر ما يقلها، مثل الينفق في سبيل الله. مثل شنو؟ الينفق في سبيل الله. رب العالمين يقول الشيطان يعدكم الفقر، لا تطي، لا تساعد، لا تمديدك بجيبك، فلوسك تقل، انت قاعد تتعب، ممهن لك، هذا شغل منه؟ الله يقول هذا شغل إبليس. رب العالمين يقول لك بالمقدار المعقول المقبول أنطي، لا تخاف، أني أعوضك، لا تخاف، أنا أعوضك، أنطي. مو أقول لك جوع أهلك وأنطي للآخرين، لا، بس بالمقدار الصحيح المقبول المعقول شنو؟ أنطي، لا تخاف، ساعد، ساعد الناس، لا تخاف، أنا أعوضك، لا تخاف. تطي درهم أضاعف لك. بعد سيبقى الإنسان يصدق بوعد إبليس، يصدق بوعد الله، بكيفه بعد، كيفه بعد. إبليس عنده حكاية حتى صدقه؟ ها؟ وين حكاية إبليس؟ زين والصيام يا فاطمة الزهراء باو علي، يقول تثبيتا للإخلاص. الصيام شو يسوي؟ يثبت الإخلاص. واذكر في الكتاب موسى، ايش بي يا رب؟ إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. جزاك الله ألف خير على هذا الجواب. إنه كان شنو؟ مخلصا، مخلصين له الدين،
الصوم يساعدك على الإخلاص. هسا الصلاة بها حركات، فبعض الأحيان نسويها أمام الناس لعله يدخل الرياء بها، أما الصوم ما مبين. مبين الصوم؟ ما مبين، ما مبين. أنت هم من واحد يقدم لك ماي مو بالضرورة تقول له أنا صايم، قل له شكرا ما أريد. فالصوم يساعدك، الصوم شيء داخلي يساعدك على الإخلاص. ولهذا عندنا بالحديث القدسي الصوم لي، الله يقول وأنا أجيبه لي. البعض يفهم الصوم لي بهالمعنى، هذا أنه الصوم اللي يصوم وما يبين أنه صائم، يعني ما يقول بلسانه أنا صائم، الناس ما تقدر تعرفه شنو صائم، فهو صائم للناس ولله، لله الناس ايش ما ادريها. الصوم لي، الله يقول لي الصوم. الزهراء تقول تثبيتا للإخلاص. تعبتكم؟ والحج يا أم الحسن والحسين شنو؟ وإحنا بالأساس الثاني الشريعة وذن كل شرائع. الحج شنو يا أم الحسن والحسين؟ الحج شنو؟ تقول الزهراء والحج تشييدا للدين. الله أكبر. الحج شنو؟ تشييدا للدين. الحج يقوي الدين ويحافظ على الدين ويبقي الدين ويجدد الدين في قلوب الناس، يجدد في قلوب الناس ويخليه قوي بعيون الآخرين ويخلي الدين قوي بقلبك. هم الحج يشيد الدين. الزهراء تقول القرآن الكريم شنو قال عن الكعبة؟ قياما للناس، قياما. القرآن الكريم عبر عن الكعبة شنو؟ نفس ما قالته الزهراء في خطبتها. يعني إذا نسوي دراسة مقارنة بين الآية القرآنية وبين خطبة الزهراء، المعنى شنو؟ واحد. الله في القرآن الكريم يقول الكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام. أنا ما بدي أشتبه بالآيات، المشكلة والآيات كثيرة وما أقدر كلها أحفظها. البيت الحرام شنو؟ قياما للناس، قياما. الكعبة قيام للناس، قيام يعني تخلي الدين مستمر قائم مفعل مو معطل قوي جديد. هذا كله مرتبط ببقاء الكعبة وحج الناس في موسم الحج. الزهراء تقول الحج تشييدا للدين. القرآن الكريم يعبر عن الكعبة قيام، نفس المعنى. هاي مثلا ما قالته الصديقة الزهراء في شنو؟ في علل الشرائع على هالتعبير هذا. قبل لا نجي شنو بقى عندنا؟ القرآن بينا، الزهراء بينا، ايش بقى عندنا؟ ليش ما تجاوبني؟ نهج البلاغة بقى عندنا، حتى انتقل للأساس الثالث وقتي لا يروح. بس قبل لا انتقل للأساس الثالث نهج البلاغة، اكو شيء الإخوة يومين يقولوا لي بيه وانسى. انا على المنبر بعد من اقول شيء قبل المنبر انسى على المنبر، بالي يبقى يم المحاضرة. هسه ذكروني بيه بورقة. قبل شوية انا قلت رب العالمين يقول لك شنو؟ انفق انفق لا تخاف، انا عوضك. ابليس يقول لك لا تنفق لان راح تفتقر. احنا كنا نصدق بوعد الله مو تخرصات ابليس. الاخوة هنا كاتبي لي انه لو يكون اكو تشجيع على موضوع الانفاق مجال الايتام وكفالة الايتام، خصوصا هاي المناطق تعرضت الى ما تعرضت اليه من ظلم والى اخره، فأكو بيها أيتام هاي المناطق كثر وأرامل أيضا. هذا الجانب بالنتيجة يكون نفعله إحنا. التكافل الاجتماعي شو تعبر عنه؟ القرآن الكريم يعبر عنه تعاونوا، هو هذا البر وهذا التقوى، هذا البر وهذا التقوى. الآن أكو عندنا مؤسسة مباركة بهذا الجانب، هي تقريبا الأولى في بلدنا وهي مؤسسة العين، ولانتمائها إلى المرجعية احنا ثقتنا بيها شنو؟ كاملة إن شاء الله تعالى. هاي المؤسسة شايلة حمل ثقيل الآن في كل العراق،
لتعهد أيتامنا وكفالتهم وإعطائهم رواتب شهرية وإلى آخره. المفروض إحنا تكون إن يد ومساهمة في ذلك، صحيح ولا؟ بالنتيجة شنو ماكو شيء آخر، كون تكون إن يد ومساهمة في ذلك حتى قدر الإمكان الإخوة يقدرون يصلون إلى أكبر عدد من الأيتام في كل بلدنا إن شاء الله تعالى، وخصوصا في هذه المدينة الطيبة. إحنا نتمنى في يوم من الأيام أن يقدرون يغطون مو أكثر وإنما شنو كل أيتامنا برواتب مجزية تحفظ لهم ما يوجههم، وتخلي أيتامنا يكملون دراستهم إن شاء الله تعالى، ويكونون بمستويات عالية في يوم من الأيام نراهم ويتزوجون، تكون عندهم إن شاء الله أطفال ويمشون بحياتهم بالنبي وآله. ولهذا أنا أدعو لأحبته إلى تفعيل هذا جانب جزاهم الله خيرا. الآن ننتقل النهج البلاغي ولا خلنا نشوف أمير المؤمنين شي يقول عن الشرائع. حس الزهراء عرفنا شو تقول، القرآن البارحة عرفنا شنو قال، خلنا نشوف أمير المؤمنين شنو يقول عليه السلام. لما بحثت بنهج البلاغة لقيت الإمام علي متكلم عن هذا الجانب في موطنين بنهج البلاغة، في شقد موطن نتكلم عن الشريعة الأساس الثاني اللي يقوم عليه المجتمع المسلم. خلي أبدي لكم الموطن الأول، شفت الإمام علي يتكلم به سلام الله عليه، يقول علي عليه السلام، التفتوا لي، يقول فرض الله الإيمان إلى أن يقول، والصلاة يعني الله فرض الصلاة تنزيها لكم عن الكبر. نفس كلام منه، لأنهم نور واحد، ما يقوله آخرهم قاله، واللي يقول أولهم يقوله، نور واحد مولانا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، ولكن بما أنهم يرجعون إلى الله فكلامهم شي يكون واحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا بالصلاة اللي قالته الزهراء نفسه قاله أمير المؤمنين. خلينا نشوف البقية، يقول والزكاة الإمام علي عليه السلام، هاي وين حكمة رقم 252 بنهج البلاغة، والزكاة تسبيبا للرزق. هناك الزهراء شنو قالت عن الزكاة؟ تزكية للنفس ونماء في الرزق. هنا أنا شنو يقول الإمام علي عليه السلام؟ يقول الزكاة تسبيبا للرزق. نفس الكلام يا مو نفس الكلام، خطبة الزهراء وحكمة الإمام علي نفس الكلام. زين الصيام يا أمير المؤمنين، الزهراء شنو قالت؟ الصيام تثبيتا للشنو؟ للإخلاص. أحسنتم. الإمام علي يقول والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق. نفس الكلام نفس الكلام يقول الإمام علي عليه السلام كما هو في خطبة الزهراء. بعد يا أمير المؤمنين يقول والحج تقربة للدين. الإمام علي يقول الحج يقربك شنو؟ للدين. الزهراء شنو قالت؟ يشيد الدين. نفس الكلام نفس الكلام. بعد يا أمير المؤمنين يقول والجهاد عزا للإسلام. الجهاد شنو؟ القرآن الكريم في مورد آخر هيك يقول جهاد عزا للإسلام، يقول إذا تباوعوا لي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذل على المؤمنين بعد وهو أعز على الكافرين. أعز بشنو؟ بالجهاد. بالجهاد. سوي قيام. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. للأمام جزاكم الله خير، مكان ماكو الإخوة برا.
وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. استريحوا ثانيا، غفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. استريحوا جزاكم الله، استريحوا. حسين عليه السلام بجهاده يوم العاشر شنو قال؟ الجهاد عز للإسلام، شنو قال؟ قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة. طبعا هو الظاهر مو السلة، حسب الظاهر بين السلة والذلة. السلة، سلة من سل السيوف، مو السلة، حسب الظاهر السلة والذلة. وهيهات من الذلة كما قال حسين عليه السلام. لما يكون هيهات من الذلة يعني شنو؟ إنه أحسنتم العزة. الذلة مو الذلة مو إنه، فشنو إنه؟ العزة. الإمام علي يقول العزة بالجهاد، بالجهاد. القرآن الكريم يعبر: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الإمام علي يقول العزة للمؤمنين بالجهاد. بعد يا أمير المؤمنين يقول: والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاماً للمحارم حتى ما حد يتجرع على هتكه، وترك شرب الخمر تحصيناً للعقل، ومجانبة السرقة إيجاباً للعفة، وترك الزنا تحصيناً للنسب. صح يا ولا؟ إلى آخره حكي بعد هواي. أنا قلت الإمام علي ذكر هذا الجانب بنهج البلاغة بموردي وبموردين، موردين. هذا شنو؟ المورد الأول في القسم الثالث بنهج البلاغة اللي هو حكم الإمام علي، وأنطيت رقم الحكمة. أما المورد الآخر، المورد الآخر خطبة 110 بنهج البلاغة. عافوني الأحبة، عافوني، ما عافوني. خطبة 110 بنهج البلاغة. أتمنى من الشباب يخلون وقت لنهج البلاغة ولو باليوم ربع ساعة. أتمنى شباب هنا بتل الأعفر وشباب الشيعة اللي يسمعوني من خلال التلفزيون في كل مكان في العراق وخارج العراق، أتمنى من الشباب أتباع آل البيت وغير أتباع آل البيت يخلون لهم باليوم ربع ساعة نهج البلاغة، يشوفون علي بن أبي طالب شنو يقول. علي بن أبي طالب أبو العلم شنو يقول؟ باب مدينة العلم شنو يقول؟ باب مدينة العلم شنو يقول؟ أتمنى يخلون وقت يومي نهج البلاغة. مورد ثاني لقيت الإمام علي خطبة 110 هيك يقول: إن أفضله، شلون حكي هذا؟ كون استغل الوقت حتى الأساس الثالث أكبله بسرعة. إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله، أفضل شيء يتوسل به المتوسل إلى الله شنو يا أمير المؤمنين؟ يقول: الإيمان به. بعد: وبرسوله. أشوف، إذا سألك عبادي عني، وتوسل المتوسلون بعد، توسل المتوسلون بعد، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فليؤمنوا بي. شوفوا دقة كلمات أمير المؤمنين. شوف لما تقارن بين نهج البلاغة يعني القرآن الناطق والقرآن الكريم تشوف الدقة اللي غير المعصوم ما يقدر هالشكل يجيبها. سألوني تتوسلون بي فليؤمنوا بي. الإمام علي يقول: إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله الإيمان به وبرسوله. بعد: والجهاد في سبيله. هذا من أفضل ما يتوسل به المتوسلون إلى الله، الجهاد شنو؟ في سبيله.
عود ليش الجهاد في سبيله؟ فإنه ذروة الإسلام. الذروة تدرون شنو الذروة؟ شنو؟ القمة. أحسنتم، أعلى شيء الذروة شنو؟ أعلى شيء قمة كما قال الأخ العزيز، يعبر عن الجهاد فإنه ذروة الإسلام. بعد يا أمير المؤمنين، وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة، وإقام الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة، وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب. جنة يعني شنو جنة؟ درع. الجنة شنو؟ الدرع. فإنه جنة من العقاب. وحج البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب. يرحضان يعني يغسلان. السيدة زينب شنو قالت بخطبتها؟ لن لا 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 مو لن تمحو، لن ترحض، ترحض عنك شنو؟ عاره. أحسنتم جزاكم الله خير، يعني ما تقدر تغسل هذا العار مال قتل الحسين بعد، هذا راح يلزمك العار برقبتك اليوم القيامة، أنت قاتل الحسين، فتكون لعنة وتكون سبة وتكون عار بوجه التاريخ. تقول له هذا العار بعد ما تقدر تغسله أن تقتل الحسين عليه السلام. أنت تورطت بشيء كبير يزيد يو ابن مرجانة، نيناتكم تورطت بشغلة كبيرة، تقتلتوا الحسين، راح يطاردكم اليوم القيامة الحسين. وبعد ألف وكذا سنة من كلمات السيدة زينب لليوم دم الحسين يطاردهم لو ما يطاردهم؟ لليوم. احنا لليوم طول السنة احنا نلعن يزيد ونقول قتل الحسين، ما راح يعوفه بعد حسين. هذا واحد يتورط بدمه. وصلت الرحم و و و و و و إلى آخر كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام علي أشار للعبادات في موارد عديدة، من هذه الموارد مورد يبين به علل الشرائع، ومورد آخر يتكلم به الآن قرأناه عن العبادة بشكل عام ويشير إلى هذا الجانب أيضا. احنا قلنا المجتمع المسلم يقوم على أساسين وأساس ثالثهم. أساس ثالث شنو هو الأساس الثالث؟ الأخلاق والآداب. الأخلاق والآداب. الأخلاق الأخلاق. أنا قارئ بالروايات الشريفة، أكثر ما يثقل الميزان يوم القيامة. أكو موارد أهل البيت ذاكرية كم مورد كم مورد، بس من هاي الموارد أكثر ما يثقل الميزان يوم القيامة في الرواية الشريفة شنو؟ الصلاة على محمد وآل محمد. هذا مورد من الموارد. صحيح، اللهم صل على محمد وآل. صحيح كلام. ولهذا أنا من البداية قلت أكثر ما يثقل الميزان في الروايات أهل البيت ذاكرين كم شيء، مو شيء واحد، كم شيء واحد منها الصلاة على النبي وآله. لا أنا لقيته وهو أيضا من الموارد، أكثر ما يثقل الميزان يوم القيامة حسن الخلق. شنو؟ حسن الخلق. هذا موجود في الرواية الشريفة، حسن الخلق. هسه حسن الخلق يبدأ من الزوجة، واحد من أخلاقه حسنة ويا زوجته ويا أطفاله ويا أصدقائه مجتمعه، مو يولا. حسن الخلق، حسن الخلق. الله لما مدح نبينا مدح في سورة القلم، شنو قال له؟ ما يحتاج أقرأ الآية تقرأتها، وإنك لعلى خلق عظيم. خلق، الله يقول النبينا أنت صاحب خلق. توزيع غنائم معركة من المعارك، واحد لزم النبي من متنة وجرى بحيث دار النبي داره، تعرف شنو داره؟ داره، خلى النبي يندار، يعني ايش قد ما مؤدب. قال له محمد اعدل، النبي قال له اذا انا ما اعدل منو يعدل؟ كان منو يعدل اذا انا ما اعدل؟ كان بعد منو يعدل؟
خلق، فبما رحمة من الله لنت لهم. لنت ولو كنت فظا. ولهذا أنا دائما أقول لأحبابنا، تردون تجيبون الشباب جيبوهم بالأخلاق، إقناع، أخلاق، كلمة طيبة. أخلاق. هسه الحكي عن الأخلاق والآداب هواي المشكلة، يعني إذا أردت أفتح هذا الباب هذا الخلق والأدب مشكلة. يعني شنو أقول؟ شنو يبدأ المفروض مع الله تعالى تدرون، ثم ينتقل مع النفس، ثم مع الآخرين. أحسنتم، خوش تعبير، ثم مع الآخرين. الأدب مع الله تعالى، مثلا شوفوا إبراهيم إيش قد مؤدب مع الله. خلنا نتعلم. شوفوا إبراهيم إيش قد مؤدب مع الله. لقيت في سورة الشعراء: الذي خلقني فهو يهدين. أول شيء الخلق، بعد الخلق الإنسان شنو يحتاج؟ هداية. هسه هداية الفطرة الأولية هاي، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف، خلقه ثم هدى، خلق وهداية، هداية أولية، فطرة. شوف التسلسل بالآيات، في التسلسل الذي تقولي وين الأدب؟ شوف الآن تعرفون هذا. الذي شنو؟ خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين. الإنسان خلق واحد، هداية اثنين، بعد شنو يحتاج؟ شغلة ثالثة، أكل شرب. إبراهيم ما يقول أنا بشغلي بتعبي بكد يميني آكل. مؤدب إبراهيم لما يتكلم عن الله يتكلم بأدب، ما يقول أنا رحت بالسوق اشتغلت حصلت فلوس وأكلت، لا، يقول الله يطعمني والله شنو؟ يسقيني. أنا نزلت الدلو بالبير وطلعت ماي وشربت، يقول الله يسقيني. حتى إذا أنا هيك سويت، بس هو الأمر في حقيقة لمن؟ لله. الإيد اللي اشتغلت بيها لله، العقل اللي فكرت بي ملك الله تعالى، الماي بالبير خلق الله تعالى، هو كل لله تعالى، فهو المطعم وهو ليسقي. مؤدب، شوف الأدب في الكلام عن الله تعالى. بالمقابل قارون: إنما أوتيته على علم عندي. يقول هاي الفلوس الاقتصاد حصلت من عندي مو من الله. ما مؤدب، أدب ما عنده قارون. خسف الله به الأرض وخلى إبراهيم يصعد فوق النجم. الأدب يبدأ مع الله، مع الله يصير مؤدب. مو ليش أقول لكم هذا بحث طويل والذيل، شنو أسولف به وقت راح. يقول إبراهيم: والذي هو يطعمني ويسقيني. بعد وإذا، شوف ما يقول له وإذا مرضتني. شوف الأدب، ما يقول له إذا مرضتني، يقول وإذا مرضت فهو يشفين. أنا أمرض أنت شنو؟ تشفيني، أنت الخير كله منك. شوف التسلسل: خلق واحد، هداية اثنين، طعام ثلاثة، شراب أربعة. الإنسان من يأكل ويشرب طبيعي شنو؟ يتمرض، خصوصا إذا أكله شان مخربط، يأكل أكثر من طاقته. القرآن الكريم يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا لا تكثر. البطنة تذهب الفطنة. البطنة تذهب شنو؟ الفطنة. إذا واحد ترس بطنة بعد فطنة ما تبقى عنده بعد، ما يقدر يفكر بعد. على كيفك، كل وشي ولا تسرفوا، على كيفك، مو زين عليك. أكل شرب يجي المرض. يقول وإذا مرضت آني فهو يشفين. بعد والذي يميتني ثم يحيين. تسلسل دقيق. بعد
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم. شوف ما يقول على نحو الجزم يغفر لي، بعض الأحيان الإنسان ما يستحق شنو مغفرة. لا تحتمه على الله، لا تحتم إلا تغفر لي، لا تقول له إلا الله، ما حد يفرض عليه شيء. لا تحتم. أم سعد قالت الابنة سعد من شافت النبي شيعها وكفنها وما أعرف نزل بقبره، قالت لها هنيئا لك الجنة، قالها يا أم سعد لا تحتميه على الله، قولي هنيئا لك الجنة إن شاء الله. بدون إن شاء الله لا تقولي، لا تحتميه على الله، الله ما حد يحتم عليه شيء. بعدين قالها شوفوا أقول ليش بسعادة طعم، قال هذا ابنك اللي أنت تقولين جنة هنيئا جنة، القبر الآن راح يعصره راح يضمه. قالت له ليش يضم يا رسول الله؟ قالها أخلاقه كانت مو زينة ويا زوجته بالبيت ويا أهله أخلاقه مو زينة، فكون ياكل عصرة بالقبر. لا تحتميه على الله. ولهذا إبراهيم شنو يقول؟ أحسنتم أحسنتم، شلون تعبير؟ يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أطمع بكرمه، آمل بكرمه يغفر لي، إذا ما يريد يغفر لي أنا ما استحق عدم الغفران، بس هو كريم. هو شنو؟ هذا أدب مع الله ومو أدب، أدب مع النفس اثنين من خلال تزكيتها تهذيبها ترويضها، أدب مع النفس. أدب مع النفس تدخل تحت موارد كثيرة، التعفف أدب مع النفس، يحسبهم الجاهل أغنياء منين؟ ما يمدون ايديهم للناس ويستغلون فقرهم حتى يترسون جيوبهم، تعفف عنده، أدب نفس عنده. دول أصحاب الأدب المرتبط بالنفس وعباد الرحمن. سلامة، شوف يمشون هونا مؤدبين، دول عندهم أدب مع النفس. قل للمؤمنين يغضوا، أنتوا حافظين القرآن؟ ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، شنو ما شاء الله؟ فشي واحد يفرح اللي عنده أدب نفس، ما يباوع الأعراض الناس، يغضوا. وقل للمؤمنات يغضضن، الرجل يكون يغض بصره، المرأة هم يكون تغض بصرها، تصير مؤدبة مهذبة عدا حياة تستحي، لا تباوع لهذا وذاك، هو هم يكون نفس الشيء. شوف مشيته، شوف نظره، وهكذا بقية الأمور. صار أدب مع الله وأدب مع النفس، هاي بعض موارد الأدب مع النفس، بعض موارد. أدب مع الآخرين، هذا قسم ثالث. شلون مع الآخرين؟ نبينا صلى الله عليه وآله لا ترفعوا أصواتكم، هذا أدب فوق صوت النبي، هذا أدب، أدب هذا زين. أدب مع الوالدين، ولا تقل لهما بالوالدين إحسانا، أدب مع الوالدين. الله، وقل ربي خلصني منه، خلصنا منه، صار عمره كبير مريض، خلصنا منه، يقول لا لا شلون خلصنا منه، وقل ربي ارحمهما، شلون تش تقول خلصنا منه، جاءت من شنو الطفل ومتحمل ينظيمك إلى آخره، ما قالوا خلصنا منه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أدب مع الآخرين، مع النبي، مع الأبوين. أدب مع الأولاد، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. أدب مع الناس، خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أدب مع الزوجة، عاشروهن
بالمعروف. أدب الزوجة مع الزوج، الرجال قوامون على النساء، صيري مؤدبة أنتي محترمين أبو بيتك، المدير مال مؤسسة البيت الرجل، كل مؤسسة إلها مدير، الرجل هو مدير مؤسسة البيت، كون تحترميه، كون تحترميه، تحترمين قراراته، هو هم بالمقابل كوني قابلش باحترام. بعد ما أتذكر شنو هواي، يعني الآخرين هم صديقهم هواي، شنو أتذكر يعني هواي هواي، الآخرون هواي، اليتيم شلون أتعامل وياه بأدب، وأما اليتيم فلا تقهر. الأخ وتعامل موسى مع هارون، وزيرا من أهلي من أخي اجدد به أشركه في. أحسنتم. العلماء لا أنا لا لا إنما يخشى الله فضل لا 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 إنما يخشى الله فضل العالم، أنا أقصد التعامل مع العالم، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا في سورة الكهف، وأنا قاعد أسولف التعامل مو فضل العالم، فضل العالم كما ذكرتم إنما يخشى الله جزاكم الله خير، لا التعامل مع العالم شلون يصير أدب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل يستأذنه يحترمه يتكلم معه بإكبار واحترام وتقدير، المعلم إلى فضل، العالم إلى فضل، كن نحترم هذا الفضل. هل أتبعك، شوف الأدب، شوف الأدب يا إخوان. آخر شيء أقوله وقتي كلش راح، لهذا المحاضرة حلوة يا ولا، ما من شيء من أشياء الدنيا والآخرة إلا وله أصل في القرآن الكريم، ما من خير، ما من سعادة، ما من جمال إلا وله أصل في القرآن الكريم، كتاب عظيم، كتاب إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، كتاب عظيم القرآن الكريم عظيم، بس تعال أفلا يتدبرون القرآن في آية كما ذكرتم أم على قلوب، وفي آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، في آيتين أفلا يتدبرون، في آيتين. القرآن كتاب عظيم، الله ينفعنا وإياكم بعلوم ومعارف القرآن الكريم إن شاء الله تعالى، ونتخلق بأخلاقه ونتأدب بآدابه إن شاء الله تعالى. المجتمع اللي يقوم على هاي الأسس الثلاثة، عقيدة سليمة، شريعة عظيمة، أخلاق قيمة، يكون متميز، لو ما يكون المفروض. الإمام علي أنا قاري رواية بالبحار، يقول شاف الزهراء تبكي بعد أبيها، كانت تبكي ليلا ونهارا. شوفوها الرواية بالبحار، يقولها ما يبكيك يا سيدتي، والله نص الرواية هكذا في بحار الأنوار، ما يبكيك يا سيدتي، شوف الاحترام بالبيت بين الرجل والمرأة، شوف الاحترام، مو تعاي ولج روحي ولج كما في بعض بيوتنا مع الأسف، يقول سيدتي ما يبكيك يا سيدتي، شوف الأدب،
في التعامل مع الزوجة مثلا. يا سيدتي، يقولها أمير المؤمنين، ما يبكيك يا سيدتي؟ تعبتكم، أذيتكم هاي 3 ليالي، ضوجتكم، برونا الذمة. أرجو من الله أن يحفظكم ونلتقيكم دائما وأبدا إن شاء الله، وأتشرف وأتبرك برؤية وجوهكم. اتجاسرت وتكلمت بحضور علماءكم الكرام اللي يحضرون بالمجلس وهم الآن حاضرون، أهل فضل أهل علم جزاهم الله خير، أتعلم منهم أستفيد منهم أكثر مني علما تقوى ورعا. بكل صدق هم أقول هذا الكلام، مو مجاملة لأحد، على شنو أجامل يعني؟ شنو مصلحتي بالمجاملة؟ شنو؟ ما عندي مصلحة، أحكي صدق يعني بقناعة. أتجاسر بحضورهم وبحضوركم، وأرجو من الله أن يرحمنا وينفعنا بعلوم النبي وآله، ويحشرنا معهم ويثبتنا على ولايتهم إن شاء الله تعالى، ومع علي ابن أبي طالب إلى يوم القيامة إن شاء الله. ما عدنا غير أمير المؤمنين عليه السلام أبدا. الزهراء تبكي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، تقول له دار للأحزان من بعدك بنية بويا، دار للأحزان تقول له دار للأحزان من بعدك بنية بنية بويا، والقبر قبل الليل اعتنيت اعتنيت بويا، ملت مثل الغصن وعليك انحنيت انحنيت، وزاعت وداعك تغير لون يا بويا. الإمام علي قال فاطمة تبجيل لين نغار الأطفال ما يقدرون ينامون، لأن أعمالنا تعرض على صاحب الزمان يوم جمعة. خلي يشوف بآخر أعمالنا تعزي على أمي فاطمة الزهراء، ودمع على فاطمة الزهراء، وحرقت قلب على فاطمة الزهراء، حتى إن شاء الله يرفع يديه بالدعاء ويدعو لنا لنستكمل ديننا ودنيانا ببركة دعاء الشريف. يا أيها العزيز مزنا ولنا الضر يوم جمعة، وهذا يومك المتوقع فيه في نظر في زيارة الإمام اليوم متوقع فيه. يا أيها العزيز يا أكرم من يوسف، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا يا إمام زماننا، تصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يا أبو صالح يا أبو صالح يا أبو صالح، يا حسين يا حسين، نعم أيها المؤمنون، قالها فاطمة أولادك ما قاعد ينامون بالليل، يشوفوش تبكي الليل ونهار. طفل عمره 7 سنين 6 سنين 5 سنين من يشوف أمه تبكي هو هم يبكي. عليكم الحسين مو هتشي ولا طفل إذا شاف أمه تبكي يبكي لو ما يبكي؟ قالها أولادك يبكون ليل نهار، بالليل أجي ألقاهم ما نايمين، واحد يباوع للثاني ويبكون. قالت لش تأمرني يا أمير المؤمنين؟ قالها بالليل لا تبجين يا زهراء، خلي ويلادك ينامون بعدين يبجي، أنا خايف على العزن والعزن وزينب وأم كلثوم. قالت لأ أنا بعد ما دامهم قاعدين بالليل ما أبجي، أخليهم ينامون وأبجي على أبويا. قالها ما يخالف. قام تنتظرهم ينامون، تشوف يغمضون عيونهم، تقول أولادي ناموا، وتقعد تبجي. زينب منايمة تجي لهم هاي، تقلها يا بعد عيون زينب شنه تردين، شنه اليوجعج يم واشتهيسي،
عندك دمعة الليلة مو؟ قلبك مكسور على الزهراء الليلة. يا بعد عيون زينب شنه تردين، شنه ليوجعك يمه اشتهيسين، اشوف انك على ضلوعك تأشرين، وللباب بعيونك تصدين، تقولها زينب يا زينب يا ضوى العين، يمه اوصيك بوصيتين. زينب طفله 5 سنين عمرها، صغيرونا بعد. يما أوصيك بوصيتين، لو يوم يما يغدر البين. يعني شنو يغدر البين؟ وين راح بالك؟ شنو يعني؟ الزهراء شري تقولها؟ لو يوم يما يغدر البين وتلتم عليكم ناس صوبين. وين صوبين؟ تلتم عليكم ناس صوبين، زينب كشفي لي صدره وشم الحسين. عافية بيك، خوش دمعة، مرحومة مرحومة هاي العبرة. يما كشفي لي صدره وشم الحسين، يما على اخوانك ديري بالك، وعلى بيتك يا يما وعلى عيالك، لا بالبج التعبين حالك. راحت الأيام جت الليالي، وإذا الحسين بأرض يقال لها كربلاء. ليلى ماش بي، يعجبني أقرب هدوء، صوت ناصي مو عالي. بيوم يقال له عاشورا، ينادي ألا هل من ناصر ينصرنا، ألا هل من مغيث يغيثنا، ألا هل من ذاب عن حرم رسول الله. ودع النسوان كلهن، ركب جواده راد يمشي. زينب قالت له انزل من على ظهر جوادك، من جوادك لي اليك حاجه ابا عبد الله. قالها ودعتك وودعت النسوان؟ قالها ادري. قالت له ادري ودعتني، بس تذكرت شي ابا عبد الله كون اسويه تذكرت. قالها زينب لا تاخريني على القتال، مو ودعتك؟ قالت له تذكرت شي، انزل ابا عبد الله. نزل الحسين، قالت له اخويا اكشف لي عن صدرك ونحرك. قبلته وشمته ثم صاحت وديعة قد استرجعت أمه يا فاطمة، أمانة قد وديت. قالها ايش قاعد تسوين؟ قالت له لما دنت من أمنا المنية قالت لي قبل الحسين وشم الحسين بنحره وبصدره. قالها زينب ما دام انزلت من الجواد اكو شي كان بقلبي ما ردت اقول لك اياه، اركبوا الجوادي وردت اروحه ويبقى بصدري، بس ما دام انزلت خلي اقول لك اياه. قالت له قول ابا عبد الله. قالها زينب اكو شي كاسر قلبي. قالت له شنو؟ قالها النسوان كلها ودعتني، وحده ما ودعتني. قالت له منو ابا عبد الله؟ قالها زقينا ابنتي. سكينة ما ودعتني، وأنا أحب سكينة، ما شفت وجهها ولا شافتني. قالت لمت لا طاقة لها على وداعك يا أبا عبد الله، ضام روحها بالخيمة ما تريد تشوفك. قالها خلي أروح أودعها. قالت لا تفضل، إجا الحسين سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرتين، ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبكينه يا خيرة النسواني، يا خيرة النسوان. تقل قول لا تخفي علي، هذه روحتك يوم بعد جاية، والله بويا جاية يا بويا، ان كان رايح هاي هي، اخذني وياك عنك ما اقدر اصبر.